تعد هذه المناظرة هي الثانية في الحملة الانتخابية الحالية، حيث واجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن في يونيو الماضي، وذلك قبل أسابيع من انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بعد أدائه السيء في المناظرة والضغوط التي مارسها أعضاء الحزب الديمقراطي عليه. للمزيد ينضم إلينا من مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا مراسلنا أنس الصبار. أنس، نصف ساعة تفصل الأمريكيين وتفصلنا وتفصل العالم عن هذه المناظرة المرتقبة بين ترامب وهاريس. هناك استطلاع للشبكة المنظمة لهذه المناظرة ABC، نطلع على تفاصيله معك وأيضا على التحضيرات في القاعة لديك. نعم، الاعتقاد السائد بأن هاريس ستفوز في هذه المناظرة، كلمة فوز فضفاضة، والأمر لا يتعلق فقط بأولئك الذين تستطلع آرائهم، بل يتعلق أيضا برأي الشبكات الإخبارية وأي مقاطع سيتم اجتزاؤها من هذه المناظرة وعرضها للمشاهدين. وبالتالي فإن حتى نتائج هذا الاستطلاع الذي بضمنه استطلاع آخر أجرته شبكة ABC وتحدث ربما بدقة أفضل وأكثر عن القضايا التي يعتقد المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن أي من المرشحين يفوز فيها، على سبيل المثال فيما يتعلق بالهجرة والاقتصاد يعتقد أغلبية بأن دونالد ترامب يفوز، بينما يعتقد آخرون بأن ملف حماية حقوق المرأة وغيرها تفوز فيها كاملة هاريس. وبالتالي جدل استطلاع الرأي في هذه المرحلة هو أمر إعلامي محض، بمعنى أن كثير من شبكات التلفزه الأمريكية تجري استطلاعاتها الخاصة. مثلا هناك تباين بما ينشر أو بما يخرج به استطلاع للرأي تجريه شبكة فوكس نيوز وآخر تجريه شبكة NBC على سبيل المثال. وبالتالي حتى استطلاعات الرأي هذه تحاول من خلالها الشبكات الناقلة وعلى رأسها شبكة ABC بأن تقدم للجمهور أبتايزر إن صح التعبير، لفتح شهيتهم لمتابعة هذه المناظرة. وهناك حفلات تنظم في الولايات المتحدة في أماكن مختلفة، في بعضها تنفق الحملات الانتخابية لإجراء هذه الحفلات لمشاهدة المناظرة وللتغريد عنها، للحديث عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الأقل إعطاء الجميع فكرة بأن هذا المرشح فاز أو ذاك. وهذا الأمر برع فيه الجمهوريون والديمقراطيون على مدار سنوات، إذ تحولت الساحة السياسية بدءا من الحملات الانتخابية، التجمعات الانتخابية التي على سبيل المثال يقول دونالد ترامب بأن كثيرون ممن يأتوا إلى تجمعاته الانتخابية يفرحون وربما كأنهم يتابعون عرض كوميدي على سبيل المثال، ويقول بأن البؤس والحزن يخيم على تجمعات الديمقراطيين. وبالتالي استطلاعات الرأي هذه التي تنظمها شبكة ABC على سبيل المثال حولها الكثير من علامات الاستفهام، وإن كانت في بعض الأحيان مؤشر على أن هذا المرشح مستعد أكثر أو أن من استطلعت آراؤهم يميلون لهذا الحزب أو ذاك. بكل الأحوال حديث آخر ربما من صحيفة أكثر مصداقية وأكثر قدرة على رصد آراء ونبض الشارع في الولايات المتحدة هي وول ستريت جورنال، التي تقول بأن أهمية إجراء هذه المناظرة في فيلادلفيا تكمن من أهمية الولاية التي تجرى فيها. وبالتالي إذا فاز مرشح ما فاز وعليها علامات استفهام كثيرة سواء ترامب أو هاريس في هذه المناظرة، قد يفوز بعد ذلك في ولاية بنسلفانيا المهمة والمتأرجحة كارولينا. طيب أنس، هل متوقع مفاجآت في هذه المناظرة؟ يعني نعلم الضغط يقال منذ أسابيع أنه سيكون على كامالا هاريس لأنه دونالد ترامب اعتاد على المناظرات، كامالا عليها ضغط لأنه كأنها ستقدم للمرة الأولى أمام الأمريكيين سيتعرفون عليها في هذه المناظرة، هل متوقع أيضا مفاجآت؟ متوقع بطبيعة الحال، هو شو في نهاية المطاف، ولكل من المرشحين الفرصة بأن يقول عبارات رنانة. هذه العبارات ستؤخذ وتحول إلى ميمز أو صور على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أيضا بالإمكان أن نتحدث عن مفاجآت تتعلق بتصريحات غير مقصودة، والسبب في ذلك أن المحاور غير مكتوبة، الإجابات غير منصوص فيها، وبمعنى لم تقدم الحملة الانتخابية للمرشح ورقة تقول له فيها تحدث عن هذا الملف أو ذاك. وإن قالت الصحف قبل أقل من ساعة، صحف أمريكية تقول بأن فريق حملة كاملة هاريس دربها للرد على دونالد ترامب في ملفين رئيسيين يعتقد بأن الجمهوريين سيركزون عليهما،
الأول يتعلق بالهجرة لأنها كانت مكلفة في مرحلة من المراحل بملف الهجرة، وبالتالي لا يمكن أن تقول أنني أنا الشخص الثاني في هذه الإدارة لا أتحمل كامل المسؤولية. ملف الهجرة، الملف الثاني يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، الملف الذي تعتقد إدارة بايدن بأنه وصمة عار على الأقل في تاريخها. الانسحاب لم يكن كما هو مطلوب، وسقط 13 جنديا أمريكيا قتلى في الهجوم الذي استهدف قاعدة ومطار باغرام. بكل الأحوال هذا جزء من ما يمكن أن يتحدث عنه هذين المتحاورين والمرشحين، وبالإمكان أن تنجح كاميلا هاريس، وقد تكون مفاجأة بأن تحول دونالد ترامب إلى مجرم أو متهم وتحقق معه بصفتها مدعية عامة سابقة في ولاية كاليفورنيا، وقد فعلت هذا في كثير من الأحيان. شكرا جزيلا لك، سنعود إليك أنس الصبار من بنسلفانيا لمتابعة تفاصيل كل هذه أو كل تفاصيل هذه المناظرة. شكرا جزيلا. في التقرير التالي مشاهدينا نتعرف على أبرز القواعد التي ستجرى حسبها وفقها المناظرة الرئاسية بين مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب. دعونا نتابع. مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس للمرة الأولى في اختبار المناظرة الرئاسية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب. ستنظم شبكة ABC نيوز الأمريكية هذه المناظرة في فيلادلفيا، وستجرى وفق قواعد المناظرة السالفة بين ترامب وبايدن. ستستغرق المناظرة 90 دقيقة وستكون بلا جمهور، وبناء على موافقة من فريقي حملتي المرشحين سيجري استخدام منصتين متطابقتين وميكروفونين قابلين للتعطيل، وهو ما عارضته حملة هاريس، وحاولت الضغط من أجل استخدام الميكروفونات الحية طوال البث المباشر. سيتم أيضاً حظر الملاحظات المكتوبة مسبقاً في موقع التصوير، ولكن سيتم منح المرشحين قلماً ورزمة أوراق وعبوة ماء. يمثل هذا التقليد الحاسم في السباق إلى البيت الأبيض الفرصة الوحيدة في الانتخابات لمقارنة مرشحي الرئاسة في المكان نفسه من خلال الإجابة عن الأسئلة نفسها، كما تتميز بطابعها الاستعراضي الإعلامي، حيث يسعى المرشحان لإعطاء انطباع بقدرة كل واحد منهما على الدفاع عن وجهة نظره وإقناع الجمهور بها.